المسجد في اللغة هو موضع السجود، المسجد هو موضع السجود. وكلمة المسجد إذا أطلقت في لسان الشرع فمراد بها المكان الذي أوقف للصلاة، إن صار وقفا من أجل أن يصلي فيه الناس ويقيموا فيه فرائضهم. والمسجد إما أن يكون جامعا أو غير جامع، إما أن يكون جامعا تقام فيه الجمعة كهذا المسجد، أو يكون غير جامع ويسمى أيضا مسجد، وهو الذي يسمى في لساننا بالزاوية. الناس يفرقون الآن، يقولون هذه زاوية وهذا مسجد، ويقصدون بالزاوية ما لا تقام فيه الجمعة، لكن في لسان الشرع هذا مسجد وهذا مسجد، إلا أن هذا مسجد جامع، هذا الذي تقام فيه الجمعة، ويصح الاعتكاف في هذا وفي ذاك.